هاي، ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الله يخليك. الحمد لله. في البدايه كده عرفني بيك وقولي امتى دخلت مجال السيرك وايه اللي شدك ليه؟ اول شيء اسمي نيكولاس عبيد، لبناني الاصل، عايش بامريكا. ومجال السيرك، انا ولدت بالسيرك يعني. خلقت، كنت ولد صغير بالسيرك على ايام ابوي كان. احنا عندنا تقريبا almost 45 years of experience يعني. أوكي. حوالي 45 تعملي بزنس يعني؟ It is a family business, yes. Okay. Actually. وبقى لكم قد ايه في الفيلد؟ About 45, I want to say 45 years. Yeah, محظوظ جدا. انت فعلا ولدت في السيرك؟ Something nice, nice experience. Okay. A gypsy life. حقيقي حقيقي. Yeah. حقيقي. طب قول لي انت بقالك 45 سنة. صحيح. بتقدموا فين بقى؟ ايه العروض اللي بتقدموا فين؟ احنا شغالين ب يعني نحن we're focusing more on the Middle East and the Arab region يعني. اللي هو مثلا الخليج كله بنفسه يعني Gulf region. وعنا اشتغلنا بيروت، اشتغلنا سوريا، اشتغلنا العراق، اشتغلنا وين بقى اشتغلنا؟ اشتغلنا العراق في كذا محل يعني اشتغلناهم. نار طبق ماي ماين بلس. فتنا بالغلف، اشتغلنا قطر، السعوديه، اشتغلنا ب اول اوفر ميدل ايست، اشتغلنا بالاردن. Okay. اشتغلنا بالعراق ببغداد، اشتغلنا باربيل. يعني يا اور اوفر يعني. واكيد طبعا اون ذا سايد اي هاف اولسو ماي ايفنتس كومباني. اوكي. ويتش اي اكشلي دو ايفنتس ان ذا يو اس يونايتد ستيتس. والحمد لله الموضوع منيح. سو يو ار انترناشونال ما شاء الله. تقريبا تقريبا. يعني اتس جود. يا طب قول لي، كل جمهور بيفرق عن تاني في ايه؟ في كل بلد عرضت فيه؟ تو بي اونست وذ يو، كل بلد له جمهوره. هاي. صراحه كل بلد كله فايب. يعني كل بلد له جمهوره، كل بلد له الايمج تبعه، كل بلد له اتس ديفرنت تيست. الانترست بتاعته كانت بتختلف مع كل شو. اكيد طبعا، اكيد اكيد. هلا في عالم مثلا بتحب البايكس اكثر شيء، وفي عالم بتحب الحيوانات اكثر شيء. ديبيندز يعني. نحن بس احنا عندنا تو شوز ويتش از فيري تنشنال يعني. عندنا الوايت لاينز. وايت لاينز دول يعني قليلين جدا في العالم. صحيح. نادرين. Okay. يعني نادرين نشوف فيهم. هاي. واكيد طبعا احنا في عنا تعاوننا مع لوبا الحلو، لوبا محمد الحلو. كابتن لوبا هي من الاشطراء يعني الشاطرين عندكم بمصر. طبعا. وهي اللي قايمه غنيه عن التعريف. لا طبعا لوبا. طب كلمني على العروض اللي بتقدموها بقى. عروض عنا 15 acts actually. واو. Four of them are clowns, so seven one is a body. عنا الجلوب اللي هي البايكس. في عنا البيرش اكت. في عنا الرولر سكيترز. في عنا سنيك شوز. في عنا اللاين شوز. في عنا البول اكت. في عنا الرولر سكيترز اون ذا جراوند. لا خليها شوي، خليني اكتشف وانا اتفرج معاك بعينك وبتحكي لحالك. هاي. طب لو رحنا العرض، عرض بقى كلمني عن كلاونز. هل عرض مثلا كلاون بيبقى ليه ستوري معينه او توبيك معين؟ نحن as much you know today when you want to go to a circus the most two things are the animals and the clowns which keeps a memory. اكيد طبعا نحن عندنا الكلاونز اللي عندنا they're professionals. The auction has يعني حتى هن عندهم الاورد كلاونز وورلد وايد. ربحانينا. They're coming all the way straight from Mexico, from one of the best circuses in Mexico. So طلعنا نقيناهم من مكسيكو لحتى يجوا لهون. So they can explore. عش كده اسمه Mexican Circus؟ تقريبا بدي اقول لك هو تقريبا 99% of all the performers are from Mexico. Okay. وفي عنا المارياتشي كمان. I don't know if you saw the mariachi. في عنا Mexican mariachi. جبتهم انا شخصيا from the plaza يعني. The plaza من Mexico City. Okay. واخترتهم انا يعني by choice يعني. فلا شو كتير حلو. طب اشرح لنا الموضوع اكتر. نحن يعني نحن قررنا مكسيكان لانه بصراحه في كثير اللاتينز يعني اذا بدك اللاتينو امريكا has a lot of so much common, culture beautiful culture a lot of in common culture of hey. Arabs specifically. مش عم بحكي امريكانز، عم بحكي مكسيكانز او لاتينوز. Right. So لما طلعت انا على مكسيكو طلعنا نقينا شوز يعني نقينهم باي تشويس يعني مختارينهم واحد لانه عارفين انه ما في هيك شيء اجى بقى. عايزين اكسبرتس بس. صح طبعا. اكيد. وانا عندي الاكسبيرينس الكافي بعتبر طبعا انه اقدر اكيد اتولدت في السيركس. وام جونا ليف ذا كومنت فور يو وين يو سي ذا شو يعني. ام جونا ليف يو ذا وان هوز جونا لا انا متاكده انه هتبهر بيه ان شاء الله. عشان يعني في ذا باست تو دايز. اليوم يعني امبارح كان الاوبننج. واليوم اول يوم يعني الفيدباك تبع الناس ايفري ون از سينج ويل ماني سبنت اتس ا بيوتيفول شو it's everything and everything is nice of it يعني. ما في شيء اللي انه لا مش حلو يعني. فالحمد لله. طب انتوا بتطوروا نفسكم يعني مثلا لما بتروحوا كل بلد بتشوفوا ايه الفيدباك فبتطوروا الموضوع؟ لا اكيد احنا حابين نقعد سنين طويله بمصر. في كذا سيت اب حيجي، كذا سيركس حيجي. هتنورونا اكيد. مش منورنا يا رب. ان شاء الله العالم كلها تعرف انه السيركس ما ستيل جوين اون. The circus has a good image. The circus is something that we should have in our lives. وأكيد طبعاً بعرف اليوم في كتير عالم بتقول animal support و animal support animal support. Just wanna be very, you know, to clarify this part of it. إنه نحنا بناخد حذر على الحيوانات وناخد good care of the animals because it's as if our pets يعني. The same concept. حقيقي. لا
بس اهم شيء انه يكون عالم مبسوطه والفيدباك يكون حلو والحمد لله اي ثينك ذاتس وات وي هاف اتشيفد يعني. طب كلمني بقى عن الاسود السيركي بدون مكان اسد وازاي بيتم تدريبهم؟ الاسود احنا عندنا لحد 16 اسد معلومه ما شاء الله. واو. Up to 16 lions. واو. هنا موجودين؟ اوفر هير في 9 موجودين حاليا من التايجرز واللايونز بس ذا جود ثينج اباوت ذا لايونز انه وي هاف ذا وايت لايونز يعني الاسود الابيض. هما نادرين جدا زي ما قلنا. So something new to the people. People is liking it. وان شاء الله ان شاء الله هنشوف ان شاء الله يعني العالم كله. طب قولي بقى الفرق بين الاسود والنمور في الشوز كمان. الفرق بين ومين بيتعلم اسرع؟ Like they're both the same. Okay. To be honest with you, both of them are the same. The female lion is more smarter. أكيد. طبعاً. أكيد. ما هي اللي طلع معك أكيد طبعاً. لا, the female lions are more smarter and more faster to get the tricks. بس in general, the females are usually more smarter in the cage. طب بالنسبة للزواحف, لأن صعب قوي تعلمهم trained behaviors. فازاي بتتعاملوا معهم؟ الزواحف. الزواحف. إحنا مش كنا نحن على فكرة جايبين كروكودايلز. صار في عنا تأخير بشأن كروكودايلز. عنا كأن شو كروكودايل كتير حلو. إن شاء الله كونتينيوس وي غانا دو كروكودايلز في السيرك. إزاي؟ سو إتس غانا بي خليها سربرايز. خليها سربرايز. الزواحف لا إتس ون أوف ذا يونيك ثينجز ذات وي أكشلي هاف. وي هاف ذا بايثون سنيك. البايثون هي عبارة عن سنيك إتس أولموست 2 مترز لونج. واو. كبيرة. وعرضة كبير يعني. هيوج. يعني بتشوف فيها اليوم بالشو كمان. لا في عنا المختصين اللي بيعرفوا امتى بتكون متعصبة امتى بتكون جوعانة when she's thirsty from the skin color it's cold not cold كل هاي الأشياء يعني أنا لا أكيد ما أعرف technicals طبعاً يعني طبعاً. طب كلمني بقى عن safety measures أو عوامل الأمان بالنسبة للجمهور واللي بيعرضوا. Safety measurements للجمهور مثل ما أنك شايفة إنه setup إنه كله يعني العالم ما بدق بالأرض everything is high on the ground طبيعة المدرج عنا completely different. When it comes to safety measurements, نحنا we always يعني are on top of this, especially that we have toured in the Gulf. Okay. بصراحة الخليج صعب شوي بموضوع السيفتي. So you have to comply. بيحطوا ستاندرد صعب أوي. There is minimum standards. مثلا أنا عندي مثلا 7 emergency exits, which okay. I'm supposed to only have 3. أنا عندي بسعر خيمة 1500 شخص per show. I can evacuate 1,500 people with 1 minute and 36 seconds exactly. Okay. كونوا برا الخيمة. Wow. When it comes to safety, we're always ready. الحمد لله وإن شاء الله ما بنعوز أي شيء. عوامل الأمان عالية أوي هنا. الحمد لله ولا مرة صار معنا أي مكروه ولا مرة صار معنا أي حادث. Knock on wood. حتى ما نصيب حالنا بالعين فبقوله بس الحمد لله لا انه we're good at what we do يعني and we have the skills and ability to control stuff. طب نكرس قولي انتوا ناويين تعرضوا فين تاني هنا؟ بعد هنا نازلين على القاهره ان شاء الله. القاهره؟ هنكون بالقاهره. I'm not gonna say the locations لانه I'm gonna keep it a surprise for everyone. بس we're continuing, we're not stopping yet. يعني احنا عندنا براسنا نعمل شوز لسكولز نفرج الاولاد الصغار السيركس يعني في اشياء كتير حلوه ان شاء الله هتكون. وانا متحمسه جدا اشوف اشوف الشو ان شاء الله هتشوف العرض وعايزه كمان اشوف باك ستيج وان شاء الله اكيد هياخدك باك ستيج when they start. I will take you backstage. I'll show you everything. We can show the preparations. I hope you enjoyed the setup and you liked the setup. لا انا حابه جدا السيتاب very professional وانا حتى داخله الفايب نفسها يعني انا من قبل ما اشوف الشو انا اصلا very excited ان انا اشوفه. Gives you a different excitement about it. Okay. بس لا ان شاء الله لو بتشوفوا الشو بتشوفوا كل شيء وان شاء الله حيكون الشو بيعجبكم كثير كله وان شاء الله بنحكي بنرجع بعد الشو لحتى انا اخذ رايي ان شاء الله. يلا بينا. ثانك يو سو ماتش واهلا وسهلا فيكم. ثانك يو. ومتشكر المحور تي في.